جهاز يستخدم للتعقيم تظهر هذا الجواب، انه درجة حرارة الماء من الجسم ما تصعد فوق 99.9. عرفت شلون؟ لان اذا تحول يعني 99.9 راح يصير بخار، اذا ما راح يصير بخار راح تدخل بغير جهاز وياي. فما ممكن انه تقتل كافة البكتيريا، واحنا البارحة ايش قلنا؟ التعقيم وهو ازالة، ما عندي ازالة يعني جزئية. قتل وازالة، ما عندي فد شيء تعقيم جزئي. عندي تعقيم كلي. فاني بدرجة الحرارة 99.9 اكو بكتيريا وميكروبات تموت، بس اكو بيها ما تموت بهاي درجة الحرارة. عرفت شلون؟ فاستخدم هذا الجهاز للتطهير وليس للتعقيم. فرحة واحد المهندسين سأل قال انه هذه الادوات تكون بيها دم، تكون بيها تدخل داخل جسم الانسان، شلون ما حتعقمها بالهوت اير اوفن قبل مباشرة؟ لا، ما اعقمها قبل، ادخلها بهذا الجهاز، اطهرها اول بداية من الشوائب اللي موجودة الدم وغيرها، وبعد ادخلها بالهوت اير اوفن. عرفت شلون؟ لا، ادخلها بالهوت اير اوفن لان درجة حرارتها ذاك شنو؟ عالية جدا، توصل الى حتى 300 درجة. أنا أوردي عندي التعقيم يبدي فوق 100. كل جهاز تعقيم، كل جهاز تعقيم موجود بالمستشفى يعطيك ليبل وياي حتى تعرف أنه الأدوات مالتك تعقمت بصورة صحيحة أو ما تعقمت. فلازم عندي ليبل، ليبل يصير داخل ويا الأدوات بمادة، هذه المادة تتفاعل فوق درجة الحرارة 100 وياي، يتغير لون، تتغير من لون إلى لون ثاني. فحتى اثبت انه هذه الادوات تعقمت بصوره صحيحه لازم شو اسوي؟ اخلي فد ليبل ويا الادوات داخل الفرن والجهاز التعقيم العفو، وايضا جهاز التعقيم يعطي لي ليبل. يعني انا سويت، جابوا لي ادوات عقمتها وياي، صعد سوى عمليه، صعدت الادوات فوق، مات المريض. دكتور الجراح يقول لك انا اشتغلت شغل صحيح، ما عندي فد مشكله. شكلوا لجنه تحقيقيه هالموضوع، شكلوا لجنه تحقيقيه، وصلوا اكتشفوا انه هذه الادوات اللي استخدموها ملوثه. الدكتور خماعة ما يعرف هالموضوع، هذه من بينهم يعني اداه نظيفه والميكروبات ما يقدر يشوفوا العين ان شاء الله والفيروس، صح لا مو صح؟ فشكلوا لجنه تحقيقيه، هذه الادوات طلعت ملوثه. زين، أو الفني اللي يشغل، الممرض اللي يشغل الجهاز يقول لك أني عقمت، صح لا مو صح؟ راح يقول لك تعال اثبت لنا أنت شلون عقمت، اعطيني إثبات حتى أخلي مسؤوليتي من هالموضوع. هذا هو الممرض، حتى يخلي مسؤوليته من الموضوع. شو يسوي؟ يطلع ليبلات، يقول له يابا هاي الليبل الجهاز كانت قراءته بالتعقيم، اول 10 دقائق اعطاني هيك درجه حراره، وراء 10 دقائق الثانيه اعطاني هيك درجه حراره. شايفين هذا اللي اسمه تشترون من الاسواق، يعطيكم فد وصل ليش يطلع صغير الجهاز. عرفت شلون؟ كل جهاز تعقيم به هذا الرول. فهذا الرول شو يسوي؟ يعطيك قراءات على كل فتره، انه اول 10 دقائق هيك، ثاني 10 دقائق، واذا صارت عندك مشكله راح يعطيك بفلان وقت هيك صارت عندك مشكله وياي. فحتى يخلي مسؤوليته الممرض اللي موجود، يقول له يابا انه نعم، حتى يقول له يابا انه اني عقمت بصوره صحيحه وهذه الليبلات. فنرجع الموضوع هاي بالنسبه ان شاء الله بالمحاضره الثالثه اللي هي تستخدم بالاوتوكليف اللي هو جهاز السنترال بالمستشفيات، وهو اللي يستخدم بالتعقيم. هذني أجهزة مختبرية، يعني ما يشتغلون بالأدوات الجراحية. راح يندمج مبدئين عمل الجهاز، يستخدم الحرارة ويستخدم الماء يحوله إلى بخار، يندمجون بجهاز واحد اللي يسمونه أوتوكليف. هو هذا الجهاز اللي يستخدم بالتعقيم لأنه يستخدم الضغط. عرفت شلون؟ إن شاء الله باكر المحاضرة مالته راح. فهسه عرفنا أنه هذا الجهاز اول بداية ما استخدم للتعقيم، استخدم للتطهير. عرفت شلون؟ ثاني شيء عرفنا انه درجة حرارته مو عالية جدا، توصل لدرجة حرارة 99.9.
كحد اعلى درجه حراره وياي. هسه لازم نعرف احنا شنو الهدفين الرئيسيين اللي يستخدمن هذا الجهاز، او الاهداف العفو اللي يستخدمن هذا الجهاز. قلنا اول بدايه يستخدم للتطبيق، بعد شنو يستخدم قبل استخدمه؟ بالضبط، انه عندي الدم درجه حراره 37، عرفت شلون؟ فما اقدر احفظ الدم بالبيئه الطبيعيه اللي موجوده بالمختبر، عرفت شلون؟ فايش اسوي؟ استخدم هذا الجهاز اعطيه درجه حراره 37 درجه مئويه حتى يحفظ لي الدم، يبقى اقل يعني اطول فتره. ايضا بالتفاعلات الكيميائيه، اكو مواد كيميائيه تحتاج الى درجه حراره 50 او 60 درجه، عرفت شلون؟ اللي يكون بيها تفاعل، مواد طبيه، عرفت شلون؟ فشو يسوون؟ يخلون هذه المواد وهذا الجهاز حتى يتم التفاعل. هذا الجهاز يمكن ايضا ان احفظ المواد الكيميائيه اللي سوينا تفاعل، انه اكو مواد كيميائيه تحتاج حفظ لدرجه حراره معينه. وياي؟ فهذه الاهداف او البنفيت من هذا الجهاز. شوفوا شباب، هو التصميم مالته مبدأ عمله مشابه لمبدأ عمل الهوت اير اللي اخذناه، بس مجرد اختلاف بالديزاين بالتصميم. عرفت شلون؟ وحكينا انه يختلف بالتصميم. ليش يختلف بالتصميم؟ لان هذا يستخدم هواء، هذا يستخدم مي. اريدكم مهندس اللي بداخل على الطريق. عرفت شلون؟ مو علم، يعني فد شيء اقرب حوض. اول بدايه سوينا الحوض. تشوفون بالاخير؟ اول شيء سوينا الحوض. فشنو اختلافه عن هذاك؟ هذاك كان شكله عمودي يختلف، هذا كان شكله افقي. وياي؟ بعد شو نسوي؟ زين هسه سويت الحوض، لازم عندي مواصفات ببالي. انا فما اجيب حوض اسويه مباشرة. بالضبط، من اسوي الحوض لازم اختار الماده الماتيريال اللي هي ملائمه للتصميم. شنو هي الماده اللي اخذناها البارحه؟ ستانلس ستيل. وحكينا انه مواصفاته انه هذا يعني قليل الصدمات، هذا مقاوم للصدمات العفو، وبالاضافه ماده انتيبكتيريال ما بيها مسامات، صح لو مو صح؟ فاخترنا انه اولا مادة ستيل. بعد نعم، ليش؟ غيركم ليش استخدمنا هيتر؟ لأن احتاج حرارة. شغلة احتاج شنو؟ هيتر. بعد غيركم غيركم غير طلاب الحسين. بالضبط، احتاج شنو؟ دائرة كهربائية، صح لو مو صح؟ بعد احتاج، هو من ضمن الدائرة الكهربائية سنسر، بس راح نبدي نصمم واحدة واحدة. هم من ضمن الدائرة الكهربائية. اكو نقطة غيركم غيركم، نعم، من ضمن الدائرة الكهربائية هذا اللي راح يكون غيركم. ما طلب حسين، اريد غيركم. البارحة اخذناها المحاضرة، البارحة تقريبا مشابهة لهذه المحاضرة اللي اخذناها. عند مادة تحفظ الحرارة. بالضبط، مادة عازلة. أربعة مادة عازلة. عرفت شلون؟ من أريد أصمم جهاز لازم شو أسوي؟ أخلي نقاط أساسية قبل ما أبدي بالتصميم. شنو اللي أحتاجه حتى بعدها أبدي أصمم؟ صح لا مو صح؟ فأجل أول بداية مادة ستيل، وراها هيتر، وراها شنو؟ دائرة كهربائية، وراها شنو؟ المادة عازلة. هي المادة عازلة تصير بالمحتوى الثاني.
يعني قبل كل شيء فكر برد. نعم. من ضمن الدائرة الكهربائية. أجزاء ميكانيكية وأجزاء كهربائية. وياي؟ بعدين أنا أتفرع بالمواضيع هذه. قلنا الأجزاء الميكانيكية شنو نحتاج؟ من يقدر يقول لي؟ أنا أكتب التفاصيل. ما أحسن ما أشوفكم في الثلاث شهور؟ شلون بعدين ثلاثة شهور نرجع نعيد. الأجزاء الميكانيكية شنو؟ ديزاين. نعم. نعم. أو بداية كفر. عرفت شلون؟ الكفر. شنو مواصفات الكفر اللي راح يستخدم؟ الستانلس ستيل. وياي؟ فقلنا شنو هو الكفر يستخدم الستانلس ستيل. بعد الأجزاء الميكانيكية شنو؟ مادة عازلة. بعد هي حكينا بيها المادة العازلة، بعدها ما حكينا بالتفاصيل. غير طلاب الكسر قلنا أول بداية سوينا الكفر، عرفت شلون؟ بعدين اختار شنو هو؟ مادة عازلة. وراها شنو الأجزاء الميكانيكية؟ لا أحد يحكي معك شباب. عشان هذا بيكون الكفر. الشمبر. شنو الشمبر أقصد فيه؟ الغرفة الداخلية، صح لا مو صح؟ بعد اكو اجزاء عندي ميكانيكية؟ ستاند ها؟ ستاند هذا الستاند ما له علاقة، يعتبر من ضمن الكفر. نعم. صورتكم ماسك الفادة ياخذ السايد؟ لا. ما هاي من ضمن الغرفة الداخلية. هو مضمون الغرفة الداخلية. احنا بدنا نحكي بشغلات عامة، بعدين راح نحكي بالتفاصيل. وياي؟ نجي أول بداية الكفر اخترنا منين؟ من مادة ستانلس ستيل. ماشي؟ زين نجي. احنا أول بداية قلنا شنو لازم ندرس المواد اللي راح نستخدمها، وبعدين نفكر بالتصميم، شنو راح نصمم؟ المادة العازلة. شنو راح اختار مادة عازلة؟ الفايبر جلاس. الفايبر جلاس. وياي؟ عندي الفايبر جلاس. في نوعين من رحت سألت قلت لهم اريد انا مادة عازلة، قالوا لي فايبر جلاس. غيركم. نعم بالضبط. عندي مادتين عازلة في نوعين، عندي مادة البراون واليلو. تركم اياها بالعربي. كل واحدة شنو مميزاتها؟ من أنا أعطوني مادة عازلة وقالوا لي يابا هذه المادتين، شنو كل واحدة مميزاتها شنو؟ غيركم. نعم بالضبط. والثانية اللي لو غيرها بالضبط. العزل مالتها هو نفس الشيء، هو ما يسوي حساس. وياي؟ نجي للغرفة الداخلية. شنو بيها الغرفة الداخلية؟ لا بدنا نحكي ميكانيكي بعد ما صممنا. بدنا نحكي على الميكانيكي. ها؟ شليفز اللي هي شنو؟ الفواصل.
الحوض. وياي؟ نعم. بالضبط. احنا الحوض احنا كنا اخترنا انه لازم يكون مادة انتي بكتيريال ومادة بلسان ستيم. وياي؟ خلصنا منين؟ من الاجزاء الميكانيكية. الاجزاء الكهربائية. شنو عندي الاجزاء الكهربائية؟ هيدا. بعد. غير. غير. نعم. نعم. مدازم. ايوه الاجزاء الكهربائية شنو عندي؟ نعم. اللي هو شو اسمه؟ باور سبلاي. المصدر. بعد اكو شيء تايمر اللي هو يتحكم الموبد. بعد الفيوز. بعد ما شاء الله شو تزيد المشاركة. نعم نعم انت ثرموستات. بعد تم الأخير. ها اللي ايش اسمها؟ كنترول بانر. بعد ها تايرستا. تايرستا اليوم شنو حساس؟ ما احتاج فولتية تبوتها. احنا بيناتنا ذا نشارك. احنا كمهندسين ذا نصمم ترى، عرفت شلون؟ فكل واحد عنده وجهة نظر، كل واحد عنده وجهة نظر، الثاني جاوبه انه فلان شغلة نستخدمها، لا ما استخدمها، ليش؟ اعطي سبب. عرفت شلون؟ نحن هسه نصمم، احنا جروب تيم واحد. وياي اخذ اراء الكل. شنو يحب يسوي؟ واشوف انه هل اقتراحه انه مفيد لو غير مفيد. وياي؟ انتم شاركتوا وايد بعد غيركم. غيركم. بعد جزء واحد، اي نعم. اي انت؟ ها؟ الثرموميتر. شنو الثرموميتر من غير هجاوة؟ الثرموميتر شنو؟ الثرموميتر بحق الله شو يسوي؟ زين خوش حاجة. الثرموميتر نجي على وحدة وحدة بالأجزاء الكهرباء. أول بداية شنو قلنا؟ ثرموستات. شنو الثرموستات؟ يعني اكو طلاب جدد اليوم جايين فاحتمال ما يعرفوا. عشان احنا البارحة عن الفولتية وعن التيار وشنو اللي يتحكمون بالفولتية وشنو اللي اجزاء الكهرباء يتحكمون بالتيار. غيركم طلاب جدد منو جاي اليوم؟ تجديد؟ نعم. شنو هو الثرمو ستات؟ سامعة عنا سابقا؟ اي ايش سامعة عنا سابقا ثرمو ستات؟ البارحة حكينا انه قبل تصميم اي جهاز او قبل ما اعرف مبدأ اي جهاز لازم اعرف انه هذا الجهاز على شنو يشتغل. وياي؟ فبما انه اغلب الاجهزة تشتغل على المبادئ الكهربائية فلازم تكون عندي خلفية علمية عن من؟ عن المبادئ الكهربائية. اوكي؟ زين شلون تكون عندي خلفية علمية؟ ليش؟ عندي الكهربائية فولتية وتيار. فشلون اتحكم بالفولتية وشلون اتحكم بالتيار؟ انا ما اخلي كهرباء اعطيها دايركت. ماشي؟ فقلنا الفولتية تنقسم الى قسمين، فولتية متناوبة وفولتية مستمرة. وياي؟ الفولتية المتناوبة تكون مترددة خلال تايم، يعني كموجات ساين ويف او كوساين. وياي؟ وقلنا الجهاز تقرون عليه 220 فولت 50 هرتز او 110 فولت 50 هرتز.
شنو معناها؟ 220 معناها الأعلى قمة مال الفولتية اللي مستخدمة بالجهاز، وال50 هرتز هو مقدار الذبذبات المستخدمة بال الذبذبات المستخدمة بالجهاز. وياي هو احنا العراق ثابتة أغلبيتها 50 إلى 60 الرينج مالتنا كفريكوانسي. وياي يعني ما لين ذاك تفهم بعد شوية طول، فدا أشرح لكم إياها في مراجعة. قلنا أكو فد أجزاء تتحكم بالفولتية، وأكو أجزاء تتحكم بمن بالتيار. من يقدر يقول الأجزاء اللي تتحكم الجهاز أو البارت اللي يتحكم بالفولتية؟ نعم وياي الدايودات اللي هي مجموعة من الدايودات، شنو طلقنا عليها اسم؟ ثرموستات. وياي شايفين الدايود، انتم ماخذين الدايود انه شلون يقطع الموجة وشلون يحولها من سكوير الى ساين. بعد الموضوع هذا اخذنا مجموعة من الدايودات خليناها البارت سماه شنو؟ لانه ما اقدر استخدم دايود واحد، يعني اذا قلنا دايود واحد راح يقطع لي فجزء من الموجة، فشلون اسوي كنترول؟ لازم عندي فد بارت. هذا البارت شنو استخدم؟ اللي هي مجموعة من الدايودات. ما قلت لكم يا انهم يتكون مجموعة من الدايودات. وياي؟ فالثرموستات هو البارت اللي يتحكم بمن؟ التايرستر العظم. التايرستر يتحكم بمن؟ في الفولتي. نجي بعد. النقطة الثانية اللي هو الجزء الأساسي اللي هو يولد الطاقة. اللي هو شنو؟ التيار. احنا قلنا الفولتية شبهناها البارحة كأنما بوري مال المي، والتيار المي اللي يجري. عرفت شلون؟ هش مثلناها البارحة. الفولتية هي اللي شنو؟ تنقل الشحنات. وياي؟ فنجي للنقطة الثانية شنو؟ اللي هو التيار. التيار شنو اللي أقدر أتحكم به؟ أول بداية هو شنو؟ سيل من الإلكترونات. سيل من الإلكترونات. تسمعون؟ هو السيل. سيل. عفوا شنو السيل يعني؟ مثلا من يقول لك يصير فيضان جراء شنو؟ سيول. جراء سيول. إذا فد شيء ده يمشي. وياي؟ فأحضر على الموضوع هذا. التيار هو سيل من الإلكترونات اللي تنساب خلال شنو؟ موصل. وياي؟ فهذا السيل شلون اتحكم به؟ يعني هسه من يصير فيضان او يصير فد شو اسوي؟ يسوون عباره عن سدود، صح لو مو صح؟ هاي السدود ايش تسوي؟ شنو فائدتها؟ صح لو مو صح؟ انتم تجاوبوني انه هذه السدود تمنع المي او تمنع السيول حتى شنو؟ حتى تنجرف. وياي؟ فايضا عرفنا شنو هو المقاومه وعرفنا التيار. شنو اتحكم بالتيار؟ المقاومة. وياي؟ فاتحكم بالسد، اصعده انزله حسب المقدار اللي اريده انا. وياي؟ اكو سؤال؟ المقاومة، قلنا الفولتية جبنا مجموعة مال دايودات، سوينا شنو؟ سوينا ثيرستر. عرفت شلون؟ اذا المقاومة جبنا مجموعة من المقاومات، عرفت شلون؟ مجموعة من المقاومات سويناها نتحكم بها بالتيار، شنو سميناها؟ ثرموستات. وياي؟ افتهمتوا الفكرة يا ولد؟ شباب افتهمتوها؟ نجي. الثرموستات عرفنا تتحكم بمن؟ بالتيار. بعدين راح نجي نقطة نقطة. خلنا نعرف السبب وبعدين نقطة. نجي لمن؟ للنقطة الثانية. الهيتر. الهيتر على شنو مبدأ عمله يشتغل؟ مقاومة. يشتغل على مبدأ المقاومة. شباب بس أريد، لا أعرف أنت. شباب بس أريد إنه واحد من يشارك يعني يرفع إيده، لأن أكو غيره ما يعرف المعلومة، فما أريدها تجي جاهزة، أريده يفكر شوية. لا تجي جاهزة ما احتمال هو باله شارد شوين، فأريده يفكر يركز وياي حتى من تجي المعلومة يحفظها أو يعرفها. فقلنا شنو الهيتر عبارة عن شنو؟ مقاومة. مثلناها البارحة. شنو مثلناها؟ غيركم
اريد غير اللي يشاركون، اريد وجوه جديده. طلعتكم الشغب لو طلعتكم الشعب بدوني واحده من عندها، اريد اغير. انتم الشعب تذم، احنا نريد وجوه جديد. انا الشعب بس انا اريد وجوه جديد. انتم الحكومه. نعم انت شاركت هواي غيرك بالاخير. ها هذا كمبدا عمل احنا باحه مثلناه في التمثيل، قلنا مثلناه شنو مثل النفاخه وياي. النفاخه الماتيريال مالتها عباره عن شنو؟ عباره عن شنو؟ مقاومه وياي. الهواء اللي دا يدخل بيها دا نفخها عباره عن شنو؟ تيار، لانه دا تحجب لي الهواء ما تخليه يطلع. فلكل فعل رده فعل وياي حسب قانون الفيزياء، لكل فعل رده فعل. انا من دا انفخ ايش دا يصير بالنفاخه؟ دا يكبر حجمها وياي. الهيتر نفس المبدا، دخلنا له الكترونات. هذه الالكترونات والشحنات اللي راح تدخل بالماده ايش راح تسوي؟ راح تمنعها، راح تقول تعال انت وين داخله؟ لان هو هم بي ايضا الكترونات وياي، هم بي الكترونات. فايش راح يصير بيها؟ راح يصادمون بيناتهم، راح يتعاركون. هذا يقول له ما تدخل وهذا يقول لا ادخل. فمن راح يتعاركون اوريدي شو يصير؟ هسه يعرك يصير شو يصير؟ حراره يكون يصير حراره وياي؟ اذا كانوا شنو؟ اذا كانوا مساوين بالقوه راح يصير حراره، بس اذا كان الطرف الثاني اقوى راح يقتله ما يصير حراره وياي؟ فانا اذا اخذ الماده اذا اتعارك ويا واحد بنفس قوتي، ما اتعارك ويا واحد اقوى من عندي احتمالات كثير. عرفت شلون؟ أنا أراد ما يخالف خلنا نتعارك وياه، بس المهم قام يستمر بالعركة ما كنا شنو؟ فهذه الشحنات من راح تدخل بالهيتر إيش راح يصير؟ راح يصير تصادم بيناتهم. فهذا التصادم راح يولد شنو؟ أيضا عندي من مواد لازم أختار مواصفات الهيتر، لأن كل هيتر كل مادة لها عمر، العركة ما تبقى مستمرة صح لا مو صح؟ حد ما يجيها واحد العركة ما تبقى مستمرة، لابد أنه القوة بيناتهم تضعف، ماكو واحد عنده قوة إمكانية بالاستمرار صح لا مو صح؟ فكل هيتر المادة مالته لها فد عمر معين، فهذه أخليه من ضمن الرينج اللي أستخدمه بالديزاين وياي؟ أكو واحد أسوأ على الهيتر؟ أكو واحد أسوأ على مبدأ عمل؟ فد شيء؟ نعبر البارت الثاني مصدر. نجي على المصدر، عندنا المصدر اللي هو الباور سبلاي الباحة أخذناه، اللي هو شنو الباور سبلاي؟ شو يسوي لي؟ أي بالأخير أجهز جهز قدرة بالضبط بالضبط. ليش؟ لأن عندي بالجهاز عندي بارتين، بارت يشتغل على التيار المتناوب وبارت يشتغل على يمن التيار المستمر وياي. فعندنا شنو المصدر؟ متناوب مستمر صح لا مو صح؟ اكو واحد عنده سؤال؟ اكو واحد عنده سؤال؟ اوكي نعبر على اليمن على التايمر. التايمر عندي باحث حكينا على التايمر شنو هو؟ هو عندي نوعين من التايمر، من يقدر يقول لي شنو النوعين اللي بالتايمر غيركم؟ قليل جدا. نعم ميكانيكي الكتروني او كهربائي. من يقدر يقول لي مبدا عمل ميكانيكي شنو؟ بحا حكيناه غيركم؟ غيركم نعم بالضبط حكينا انه الميكانيكي بي سبرينج. هذا السبرينج شو يسوي؟ شو يسوي السبرينج؟ هو عبارة عن قوة، عرفت شلون؟ ومثلناها البارحة بالبايسيكل. البايسيكل بتخليه على الصينية اللي أكبر شو راح يصير عندي؟ راح يصير ثقيل، بس شنو؟ يمشي بسرعة وياي. بينما إذا أخليه على صينية أصغر راح يكون خفيف
وش يصير؟ السرعة راح تقل. فنستنتج من هذا انه السرعة تتناسب تناسبا عكسيا ويا من؟ ويا من؟ ويا القطر. وياي؟ كل ما زاد القطر كل ما ايش راح يصير؟ كل ما السرعة تقل. فسووا صمموا ديزاين عبارة عن دشالي اللي سامعين بيها دشلي تحكموا بيه انه هذا السبرينج ما يرجع لي بصورة عشوائية، يرجع لي بصورة منتظمة. وياي؟ افتهمتوا هالموضوع؟ لا اعيده. خوش. الجزء الكهربائي او الالكتروني المؤقت شنو هو؟ عبارة عن شنو؟ من يقدر يقول لي غيرك غيركم من يقدر؟ المؤقت الالكتروني شلون يشتغل؟ اريد اراء. اكو جزء معلومه اني ناسيها او ما منتبه لها، فقولوا لي شنو يعني مبدا عملها شنو؟ نعم ممكن انه استخدم الموجات الكهربائيه على البولز جنريتر على عدد البلصات، اعطيني تايم. وياي؟ هاي باحه. شوف ما حد شنو الموضوع. احنا اسدنا قلنا لكم احنا نشتغل نصمم، اريد ارائكم. اكو شغلات انه انا ما منتبه لها او انا ناسيها. غيرك؟ مجموعه مقاومات شلون جبت مجموعه مقاومات؟ شلون اسوي تايم؟ شلون اسوي تايمر؟ هسه يعني مصطفى قال انه استخدم بلس جنريتر على عدد البلصات اقسمها هذه البلصات اسوي تايم، صحيح. بعد اريد شغله ثانيه، السبرنج حكينا قلنا انه ميكانيكي السبرنج، كلكم لابسين ساعات صح لا مو صح؟ شنو بيها؟ بيها مطار. وياي؟ لا ما اريد غيرك. هاني اقدر اسوي مؤقت منين؟ من مطار اسوي مؤقت. فساعدنا شنو هو؟ 3 مؤقتات. اقدر اسوي مؤقت ميكانيكي منين؟ من سبرينج. اقدر اسوي كمجموعه من البلصات وياي اسوي بها مؤقت. واقدر اسوي منين؟ من مطار اقدر اسوي بيه مؤقت. بعد اكو دائره الكترونيه اسوي بيها مؤقت، من يقدر يقول لي شنو؟ الريلي. سامعين بيه لو ما سامعين؟ ريلي. اي ريلي تروح هسه اي محل يقول له اريد ريلي. هذا الريلي استخدمه، اقدر استخدمه كمؤقت. ها؟ لا اكو ريلي عندي يستخدم كمؤقت، واكو ريلي يحول لي مثلا هسه شايفين اكو فد جهاز بارت، هذا الجهاز يحول لي من وطني الى مولد ويحول لي الكهرباء اوتوماتيكيا، هو يحول لي. عرفت شلون؟ كوندكتر. هذا عباره عن شنو؟ عباره عن ريليات موجوده بداخله. يعني يحسبون الزاويه بالضبط. وياي؟ هذا الريلي يتكون، احنا قلنا شنو هو؟ عباره عن موتورات او عباره عن اي سيات. يعني الموتور بالمشكله انه بمرور الوقت هذا راح يخرب، عرفت شلون؟ فهاي مجموعه من الاي سيات تتحكم بالموجه، عرفت شلون؟ بحيث يستخدم، احنا قلنا حكينا انه اعطيتكم مثال انه هذا الكوندكتر اللي موجود بتجي فولتيه مال وطني اعلى من الفولتيه اللي موجوده، شو يسوي؟ يفصل الضعيف ويحول لي عليه من. فاذا شنو بداخله؟ داخله اي سيات. هذه الاي سيات تتحكم لي بالفولتيه او او بالتيار. وياي؟ حسب نوع الاي سي. اكو سؤال هنا؟ نجي. الفيوز شنو هو؟ غيركم. الفيوز شنو هو؟ اي هو شنو هو؟ اريد اعرفه شنو هو؟ لا هو شنو هو؟ ادري حافظ على الجهاز بس شنو هو؟ الفيوز غيركم. شنو مبدا عمله شنو؟ يقطع الدائره الكهربائيه. يقطع ادري بس مبدا عمله شلون يشتغل؟
يعني اي شيء يقطع بدار انا اسمي شورت شورت بالدار الكهربائي. اي انا مبدا عمله شنو؟ مقاومه الصرف عاليه. مقاومه يقول من اقول لكم اريد مبدا عمله ما اريد شيء يسوي. بس لو تخلي الفيوز يعني مو بس هذا الشمع بس لا تجي الفيوز السياره مثلا يختلف. هو مبدا عمله شنو؟ مقاومه. كل سلك هو عباره عن مقاومه. اكو سلك يتحمل 1 امبير، اكو سلك يتحمل 2 امبير، اكو سلك يتحمل 20 امبير وياي. فهو شنو؟ عباره عن مقاومه. اذا زاد شده التيار عن الحد المقرر لهذه المقاومه ايش راح يصير بيه؟ راح يفصل وياي. شلون راح يزيد شده التيار؟ من يصير شورت عندي. عرفت شلون؟ فمن راح يصير شورت وين راح يتعاركون؟ راح يتعاركون بالفيوز. وياي؟ الفيوز شنو ذنب بس؟ هاي بعد من الله هو يتحمل ذلك. هو مكفى خصائص مال الالكترونات. فايش راح يصير؟ راح يصير العركه وين؟ داخل الفيوز. فاخر شيء يقول لهم عمي مليت شو خلى انقطع؟ يفصلهم بيناتهم. فهمتوا شنو الفيوز؟ وياي حاجوز. بعدين من يوصل مرحلة يشوفها بعد ما يتفاهمون يفصل. هذا هو يصير من البداية مو؟ شنو؟ أكيد الفيوز إنه يكون بداية الدائرة حتى مو تحترق الكومبوننت كلها وبعدين يحترق الفيوز. صح لو مو صح؟ دائرة التحكم. شنو أقصد فيها دائرة التحكم؟ اللي تحتوي على أزرار التشغيل، على العدادات اللي موجودة بالجهاز. هذه يسموها هي دائرة التحكم. ها؟ لا هو اللي نحكي بيها بصورة عامة انه الاجزاء اللي تتحكم بالجهاز ككل. تتحكم بالحرارة، تتحكم بالتايم، تتحكم بالتشغيل والاطفاء. اي اوبشن يصير بالجهاز هو يسمونه دائرة التحكم. عرفنا الاجزاء اللي راح نستخدمها بالجهاز وعرفنا التفاصيل مالتها وياي. هسه نرسم في الديبلوك دايجرام انه شلون نمثل هذا الجهاز وياي. نرسم بلوك دايجرام فريدكم انتم تساعدوني شلون راح نسوي بلوك دايجرام وياي. قلنا شنو هو مبدا عمل الجهاز عليه من يشتغل؟ من يقدر يجاوبني مبدا عمل هذا الجهاز شنو؟ حاضره تسخين الماء. اذا من البدايه لازم شنو نسوي؟ نسوي حوض وياي. سوينا حوض بعد شنو نسوي؟ ها؟ خلي جواهيدها. بس رفعوا ايديكم شباب رجاء. ليش ما خلينا بالجانب؟ ها؟ البارحة كان مقترح من احد المهندسات انه ليش ما نقدر نخلي الهيتر بالجانب؟ صح لو مو صح؟ الجهاز مال البارحة مو هذا. ليش؟ لان اكو هواء يوزع لي الحرارة. ماشي؟ نجي ايش سوينا؟ خلينا هيتر بعد مادة عازلة. وين راح تكون؟ الداخل ولا الخارج؟ الخارج. عرفت شلون؟ احنا نحكي على الحوض، هذا الحوض جزء داخلي. بعد ما مقسمي على الخارج. ها؟ ما بي مروحة؟ لا ما المهم شلون افرغ المي؟ وين مروحة؟ هي هو المي اوريدي هو يوزع الحرارة. أول ما يوزع الحرارة لازم نخلي له صمام خارج. عرفت شلون؟ هو أكيد شنو نحتاج؟ صمام واحد لو اثنين من يقول لي بس يرفع عيده. اثنين. ها؟ صح. اثنين. واحد الدخول والخروج. بالضبط. خليت واحد هنا أنا. خليت واحد المن للخروج. هاي شنو هو؟ صمام. شوف الديزاين شلون يكون؟ لازم خطوة ابدي اشتغل بيها. احسب حسابي كل شيء، راح اخلي مي لازم اصرفه. فما اخلي نفس المي هو. لا شيل الجهاز يقطه. وياي شيل الجهاز يقطه بعد على شكله. هو الشيء اللي بزمانه. عليه بسفنجه. اي بسفنجه هم ممكن. هسه بعد. بعد شغله شنو اسوي؟ شنو اسوي؟ واحد جرس سال. ها؟ واحد جرس. هذه القواطع داخل الجهاز. القواطع استخدم شنو؟ قواطع. زين هاي القواطع شنو؟
شلون شكلها يكون؟ اخليها بها فتحات عباره عن بها ثقوب. وياي ليش خليت ثقوب؟ حتى المي يتداور، حتى الحراره تتداور داخل الجهاز. هذه الماده اللي مصنوعه من عدها القوافع والحوض. بعد يلا ماده العازله، ماده العازله قصدك ماده عازله بعدين بالكفر يصير اسر بالكفر. احنا هسه خلينا نكمل من هذني وبعدين نرجع للكفر. هذا الباب الخارجي يعني شلون اصمم الكفر وما اعرف شنو بداخله غير على ضوء الداخل اصمم الكفر وياي. يعني هسه لما تشتري لزقه مال الموبايل لازم تروح تقول له هذا نوع موبايل على ضوء موبايلك يعطيك لزقه او يعطيك كفر او يعطيك اي شيء ثاني وياي. احنا لازم نصمم الداخل وبعدين حتى نعرف شلون نصمم الكفر الخارجي يتحكم فيه. بعد ها مدى اسمع مدى اسمعي صوتك ناصح غير بالضبط. تحتاج شنو؟ باور سبلاي. هذا الباور سبلاي كيبل. الباور سبلاي عندي الباور سبلاي وين يروح؟ هذا عندي تيار اي سي، هذا عندي تيار اي سي صح لو مو صح؟ عندي مصدرين، مصدر اي سي ومصدر دي سي. الاي سي وين يروح؟ صح لو مو صح؟ صحيح كلامي هسه انا هيك؟ من يقول صحيح ومن يقول غلط؟ كم واحد يقول صحيح خلي ارفع ايده؟ كم واحد يقول غلط خلي ارفع ايده؟ زين انتم شنو هو؟ ويا الشعب ويا الشغب؟ جماعة القناصين مو؟ انا ها من يقول لي هذا ربط صحيح لو غلط؟ لا استاذ غلط. ليش؟ قال لان هو يدخل اي سي يريد الجهاز يريد دي سي. يعني يحول مستقبل زاح كان على الهيتر، الهيتر هو يحتاج اي سي، بس ليش غلط؟ سد حارو بارد يعني توزع. اي ليش غلط؟ هو اوريدي هو ده يشتغل على اي سي وطيته اي سي، ليش غلط؟ صرت رافع. نعم. ها؟ لا. بعد. انا هسه ما ربطت ايش سويتها فالتو. دون فيوز. عوف الفيوز هسه. بعدين الفيوز. اكو فد نقطة اريد اعرفها منكم. نعم. سرعة التيار ليش ربطت؟ على شو اسمه؟ شنو؟ ها؟ على الهيتر ليش ربط هيك؟ كطريقة ربط صحيحة. بس أنا ليش هذا إنه الربط مالتي صح لو غلط؟ أكو فد شيء. لازم لوحة تحكم فيه غير. بالضبط، لازم عندي لوحة تحكم، لازم عندي شنو؟ شنو عندي؟ ثرموستات. وياي فما أخليها فاتو قبل أربط. أحتاج شنو هنا؟ ثرموستات. وياي؟ هيش ابدي خطط ارسم وشوف انه هذا صح لو غلط. يعني اذا اعطيها ثاني فولتيه كبر راح يعطيك 300 درجه حراره. هذا الهيتر كبر راح يعطيك 300، هو على 300 كحد اقصى له. وياي فلازم اخلي فد كنترول ثرموستات. بعد يلا شو نسوي؟ حطينا الهيتر شغلنا الهيتر، شنو الخطوه الثانيه اللي نسويها وراها؟ حدد درجة الحرارة. لازم نخلي فد شيء يتحكم لي يراقب لي، مو يتحكم لي يراقب لي عمل الهيتر هل هو صحيح يشتغل لو غلط. فش احتاج؟ ثرموميتر. ثرموميتر مين نجيبه؟ سنسر. هو عبارة عن سنسر يدخل بالغرفة. هسه هذا رسمته ميكانيكي لو كهربائي كيميائي، عفوا ميكانيكي كيميائي كيميائي لو كهربائي؟ كيميائي. وياي ليش كيميائي؟ لانه ما جاي باكر عقبه من افصل جهاز ومن اشوف ما بي مصدر. فما اقول لهم يا هذا ما يشتغل ترى ما بي كهرباء. قوموا ضحكون عليك. اقول لهم يا هذا يشتغل ترى ميكانيكي مو كهربائي. وياي؟ فهسه ايش نحتاج انا؟ زين هسه ايش راح يصير؟ ربطت له. صار كهربائي مو هو نفس الكيميائي. لا هذا غير نوع داحكي عنه. مو هو الكيميائي وربطت له كهرباء مباشره.
وياي غير نوع بس اي شيء يعني يشوفون انه بيفرد مصدر مال طاقه زائد كهرباء تحسس حراره تصير ها كهرباء اي تحسس حراره تصير كان شلون احنا قلنا شنو هو اكو مواد لها قابليه على التوصيل وياي لها مواد قابليه على التوصيل التوصيل شنو التوصيل الحراري وياي اكو مواد من تسخن ايش راح يصير بيها التوصيل مالتها راح توصل او اكو مواد من تسخنها راح تقل قابليه التوصيل لها عرفت شلون فاني اختار ماتيريال بهذا السلك انه لازم من يسخن شو يصير يوصل كهرباء فاني اوريدي زودته بمن زودته الحراره منين من المي اللي موجود عرفت شلون فهذا مجرد ما صار حراره بي صار عندي وصل لي دائره كهربائيه عفوا الموضوع هذا سابقا بعد اقدر ايش اسوي اكو عندي مقاومات مقاومات تتاثر بالحراره اكو مقاومات تتاثر بالطاقه الشمسيه بالضوء من سلط عليها الضوء توصل وياي واكو مقاومات لا من تسخن توصل فعندي اكثر من اوبشن اقدر اتحكم فيه احنا اذا نحكي كمبدا عمل كبرنسبل بعد اذا تريد تسوي التطوير تريد تتطور اكثر اكو هواي امور متطوره اكثر عرفت شلون كل واحده بيها سلبيات وبيها ايجابيات هسه ايش قلنا حطينا سنسر زين بعد السنسر الى جان ميكانيك اي كيميائي شلون راح يخلي الهيتر يفصل غير هو مربوط ويا الهيتر خوش سؤال لطيف اذا كان سنسر كيميائي شلون راح يخلي الهيتر يفصل السنسر ما يفصل الا اذا كان بي اوبشن ثاني اللي هو الريلي وياي اذا نضاف ويا اوبشن ثاني السنسر يتحسس فقط خاف تتعرضون للسؤال انه يقول لك السنسر شنو فائدته هذا السنسر اللي موجود هو محسس فقط نفس السنسر اللي موجود بالسياره من تطيبك وترجع شو يسوي يدق بزر من توصل وقفه شيء يبقى يدق بزر ما يوقف السياره عرفت شلون شو راح يصير بك راح تندعم هو دنبهك ما لي علاقه انا توقفها ما توقفها مشكلتك هاي ضافوا له اوبشن ثاني ايش سوى ويا من ويا البريك انه اذا توصل مرحله تعبر مرحله الخطر اوريدي راح يضرب بريك مو السنسر بس اعطى اشاره لمن البار الثاني وياي اعطى اشاره البار الثاني يابا انت اشتغل هنا شنو هو الذكاء الاصطناعي هالموضوع يشتغل الذكاء الاصطناعي اذا عبرت مرحله او انت ما مركز فيها او ما منتبه ايش راح يسوي يشتغل الذكاء الاصطناعي يفصل يدق لك بزر بعد ما يوقفها يقول لك روح امشي 200 عرفت شلون واكو سيارات لا من يصير قدامك فد شيء وتبي تمشي هاي عندي واحده من السيارات من تمشي اشغل الرادارات اللي موجوده اذا قدامك سياره هي تخفف توقف بحالها عرفت شلون بعدين اقول لك لا هاي ما فيها هذا يعطيهم قوة بس ما بيهن ايش مميزات عرفت شلون فقلنا شنو هو السنسر هو عبارة عن متحسس وياي ما يوقف او ما يطي اعاز حتى شنو يفصل الهيتر بس اذا اريد اسوي له اوبشن ثاني اذا اقول له يابا انا مخليه على 60 اذا عبر 60 شو اسوي لي افصل لي الدائرة لازم اجيب فت كومبوننت ثاني وياي يفصل وياي تايمر زيتو شلون راح يجينا عنه عندي تايمر لا مو تايمر خلينا شنو سنسور وخلينا ثرموميتر ثرموستات ما خلينا تايمر وين ربطة التايمر من يقدر يقول لي هذا التايمر خليه هنا انا مثلا هذا التايمر هذا شنو عندي ثرموستات يلا زين
هذا وين شو راح اربطه؟ زين. على الهيتر. بالضبط. عرفت شلون؟ وين صار؟ راح اربطه على الهيتر. يعني أول بداية لازم أعرف أبدأ عمله شو أسوي بي يعني من أخلي التايمر شنو أسوي يعني إلمن مخليه يحسب لي وقت بس لو شنو فائدة مالته فائدة مالته يوقف لي عمل جهاز اللي هو شنو الهيتر راح يربط وين وين راح يربط يربط على الهيتر وياي حتى إنه من يخلص الوقت مو شرط هو اما نفسه الميكانيكي الغساله اغلبيه اللي القديمه تجي ميكانيكي بعدين سووا الكتروني بعد الفيوز وراح نخلي عندي كم فيوز قلنا البارحه اثنين دخل واحد المن وواحد المن واحد دي سي واحد اي سي واحد هنا بالبور 17 هذا الفيوز واحد وين راح يكون هنا على الحائط زين سؤال قلنا الهيتر عباره عن شنو مقاومه والفيوز عباره عن شنو مقاومه زين من يقدر يقول لي شنو الفرق بين الهيتر وبين الفيوز شنو مواصفات الفيوز العفو سؤال مالتي شنو مواصفات الفيوز غير نعم بالاخير انت ها بالضبط بس شنو مواصفاتك انا عندي مقاومتين شنو مواصفات الفيوز اي شنو مواصفات الماده اللي اختارها شنو مواصفاتها ها قابل للانصهار صحيح شنو مواصفات النتيجه القابلات للانصهار الهيتر قابل للانصهار ولا قابل للانصهار بعد مين يقدر يقول لي الماده اللي اجيبها للفيوز نفس الماده الهيتر لازم شنو تكون ها ماذا اسمع لا مو قصه نقيه لا مو قصه نقيه لا لازم شنو مواصفات الفيوز بالضبط لازم اجيب الماده اللي استخدمها بالفيوز شويه اكثر تحمل من الهيتر وياي مو معناها اجيبها اكثر تحمل تحرق الهيتر لا بحيث تحافظ لي على الهيتر هو الفيوز هو لازم تكون لا تحافظ لي بصير شويه اعلى من الهيتر يعني مثلا الهيتر يشتغل 300 درجه أنا ما أجيب فيوز يشتغل على 250 ما راح عرفت شلون؟ راح يوصل 250 يفصل الهيتر تفهموني؟ الهيتر بي يسموها ساتوريشن إذا عبر الساتوريشن يساوي له أفصله تفهم قصدي شنو؟ أنا ما أجيب مقاومة أقل من الهيتر لأنه بعد ما واصل الهيتر التسخين إيش راح يصير؟ راح تفصل عندي الفيوز وينقطع الكهرباء هو استار المكان ما بعيد عن الهيتر يعني هو اكيد بعيد يعني ما راح يتاثر بدرجه حراره ما اسمع ما حراره الهيتر لا حراره التيار اللي موجود شده التيار اللي موجود ما اقصد انه يتحكم لي بالهيتر لا شده التيار اللي راح يمر عرفت شلون فلازم تكون مقاومته شويه اعلى بس يحافظ لي اي الفولتيه اذا جت اعلى تحرق الهيتر التيار اذا جاء اعلى يحرق الهيتر انا خلي الفيوز اي كان عرفت شلون؟ لا محدود عندي بس الهيتر اي كان مقاوم المهم يعطيني حراره الهيتر المقاوم ما تدري يقول لك هذا اعلى شيء يعطيني مثلا 300 سنتيغريد اذا عبر 300 راح يحترق وياي فلازم شو اسوي؟ ثرموستات عطل التيار مثلا 10 امبير زاد التيار صار عندي شورت انت المشكله مو بزياده التيار المشكله صار عندي شورت بالدائره وياي انا مشكلتي مو مرور التيار خليه يمر عندي 100 امبير مو فد مشكله وما عندي شورت سيركت مو فد مشكله
بس انا اقول لك اذا صار عندي شورت سيركت بداخل الدائره لازم يفصل لي. المقاومه مال الماده دا احكي بيها. عرفت شلون؟ اي بس لازم انا اسوي فد معايره. اسوي معايره لانه عندي الهيتر هم شورت سيركت. الهيتر ترى عباره عن شورت سيركت. وياي؟ فلازم اسوي معايره بين الشورت سيركت مال الهيتر وبين الشورت سيركت مال الفيوز. تفهمون قصدي شنو؟ نعم. اوكي. عرفت الفرق بيناتهن؟ انا تعطيني شورت سيركت. اذا صار عندي شورت سيركت بالدائره او صار عندي شورت سيركت بيمن بالهيتر، هو الهيتر اوريدي شورت سيركت. اذا اعطيته مقاومه اقل على الشورت سيركت مال الهيتر راح يفصل. راح يقول لي عندك الدائره مشرده. وياي؟ صاير عندي اندماج. شنو؟ لا فيوز. لا لا فيوز. يعني قلت افتهم قصدي شنو؟ عندي الهيتر، هذا الهيتر شنو عمله؟ عندي موجب وعندي سالب. هذا الهيتر. وياي؟ شورت سيركت لو مو شورت سيركت؟ شورت سيركت بس مقاومة. بالضبط مقاومة. عرفت شلون؟ شورت سيركت. إذا جبت فيوز أقل من عنده، إذا جبت فيوز أقل من عنده، إيش راح يقرأ لي؟ راح يقول لي الدائرة مشرطة راح يفصل الفيوز. السخان. يعني كأنما هيتر تجيب لي، أنا حضرب لك مثال بسيط. الكيبل مال السخان نفس الكيبل مال الستلايت؟ ها؟ بس اسمع الفيوز والسنسور مالته. أنا أضرب لك مثال. إيه يفصل. ليش الكيبل إذا كانت السمك مالته قليل أيضاً هم راح يفصل. جي أضرب لك مثال. السخان الكيبل مالته نفس الكيبل مال الستلايت؟ لا. ليش؟ ذاك هذا مقاومته اقل، ذاك مقاومته اعلى. فايش راح يصير بيه؟ راح يموع الكيبل، راح يفصل. نفس عمل الفيوز لو نفس عمل الفيوز. وياي؟ انا ما اربط سخان واجيب لك كيبل ماسترايت اربط الهياء. عرفت الفكره مالتي شنو؟ فلازم اجيب مقاومه شويه اعلى. مثلا الهيتر اذا يشتغل على 20 امبير لازم اجيب لك كيبل 25 امبير يتحمل او 30 امبير. وياي؟ حتى ما يفصل شنو؟ كيبل. الفيوز هم نفس العمل مالته. يعني اوضح لي الفكره انه دا يصير عندي شورت سيركت. بالدار دا يصير عندي شورت. فما يصير اجيب مقاومه الفيوز اقل لانه راح يفصل الفيوز بعد الهيتر ما راح يشتغل. فهمتوا الفكره؟ مهندسينا. فهمتوها؟ شلون يقدر يعتبر الهيتر هو شورت سيركت؟ جاي مقاومته عاليه. شلون يعني شورت سيركت؟ يعني الهيتر شلون يشتغل؟ احنا حكينا ضربنا مثال. الهيتر لازم عندي شحنات تدخل بيه. شو يسوون هاي الشحنات؟ يصادمون. ابسط شيء هسه راح اضرب لكم مثال. السخان اللي اخذناه هسه شرحت لكم عليه. من تخلي لك كيبل اقل سمك، يسخن لو ما يسخن الكيبل؟ صح لو مو صح؟ ليش؟ يعني عندي شورت سيركت ما يتحمل. فالهيتر هو مصمم انه تدخل له شحنات داخل هذه الماده الا يسخن. وياي؟ مو اقصد بشورت سيركت كانما يعني يوصل مرحله الانفجار او مرحله اللي يحرق الدائره. هو معين على 2 امبير راح يسخن. اذا هو مقاومته تكون قريبه على الصفر. شنو هو؟ الشورت سيركت هو السلك اللي مقاومته تكون قريبه على الصفر. اي بالضبط. انا عندي صفر يصير. لا مو صفر، صفر يصير عندي. لا قريب على الصفر عمليا. لا هو صفر اذا يصير عندي بوزيتيف نيجاتيف. تعرفون شنو الموضوع؟ راح ارسم لكم اياه حتى تكون الفكره عندكم. وياي؟ هاي شنو دائره؟ شنو هاي عندي؟ اي سي دائره متناوبه. زين راح يصير شركه شلون الشورت سيركت ايش راح يصير عندي؟ ايش راح يصير؟ راح يصير الجزء هذا ويا الجزء هذا. وياي؟ راح يندمجن من يصير عندي شورت، لانه هو انا عندي البوزيتيف يمشي بوحد والنيجاتيف بوحد. وياي؟ فمن راح يدمجن ايش راح يصير عندي الرينج؟ صفر. عرفت القصد انه شنو يقول صفر ولا لا؟ فمن راح يصير عندي صفر ايش راح يصير الالكترونات؟ تضرب بيناتهم. وين تضرب؟ داخل الماده اللي مال الهيتر. فاذا عبرت مثلا على 2 امبير يعطيني 250 سنتيغريد. اذا عبر 250 ايش راح يصير؟ راح يفصل.
الهيتر اصلا راح يحترق، مو يفصل راح يحترق وياي، حتى ما يحرق الجهاز او ما يحرق التفاصيل الثانيه، لان اذا صارت مقاومته اعلى راح يقطع الكيبل اللي مغذي من عنده وياي. تعرف شنو قصدي بالفيوز؟ اكو عدى سؤال؟ بعد سؤال لو نعبر خوش. ايش انا على الكنترول بعد شنو عندي؟ عندي هذا الفيوز وهذا الفيوز اللي موجود داخل الدي سي، وصممنا الجهاز. شنو بعد نقص عندنا؟ ها خلصنا ما عندنا شيء، هسه خلصنا. عندي شنو؟ عندي بعد الكفر الخارج. الكفر الخارج منين يستخدم؟ ايش شنو سوينا؟ ستانلس ستيل والمادة العازلة أثابك الله. فهسه شو نسوي؟ راح نشوفكم التصميم مال الجهاز شرح اللي صممناه احنا. هذا الجهاز شوفوا، هذا عندي شنو؟ هسه نجي هذا الشكل الخارجي مال الجهاز. هذا عندي شنو؟ الحوض. فتحنا الحوض، هذا شنو عندي؟ هيتر. وياي نشوفه منين مصنوع؟ من ستانلس ستيل. وياي اكو عنده سؤال واحد هنا أنا؟ يعني حتى نختصر الوقت. هذه شنو؟ او بدايه الهيتر. هذا شنو عندي؟ الشليفز اللي موجوده القواطع. شوفوا هذا شكلها قواطع دينوعين، اما صار هيك شيء او مثل قوه حسب النوع. وياي خلينا نشوف هذا الفيديو. شوفوا هذا الجهاز، هذه عندي كنترول بانل. شوفوها هاي الكنترول بانل اللي حكينا عنها اللي هي داره التحكم. هذا شنو؟ خروج المول اللي صممناه هندني. وياي هذا جهاز متطور اكثر، يقول لك انه هذا تصميم مالته ذكي. شوفوا هذا الحوض اللي حكيناها بالمحاضره انه مواصفاته شنو؟ لازم يكون سهل التنظيف، ماده شنو؟ قابل للتصميم. وعشان يسخن شوفوا ليش خلينا هذه؟ تحفظ الحراره بالضبط. واشرت السر بلاستيك حتى ما اخلي الحراره تطلع. هذه شلون يحطون بيه المواد الكيميائيه؟ وياي هذا المي اللي موجود. شوفوا الهيتر شلون يصير تصميم مالته. هذا الجهاز يستخدم هيتر خارجي. شنو هي موجودات في المستشفيات. هذا يقول لك انه بيه احجام وبيه اشكال مختلفه هذا الجهاز.